يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قوله سبحانه وتعالى يوم يتذكر الإنسان ما سعى، هل يرى الإنسان أعماله السيئة التي تاب عنها في الدنيا؟ يمكن، نعم يمكن أن يريها الله إياه لأجل أن يمن عليه، يذكر بنعمته وعفوه عنه. ولهذا يقول يا ربي ألم تغفر، يقول الله فعلت يوم كذا وكذا، فعلت يوم كذا وكذا من السيئات، فيقول يا ربي ألم تغفر لي، فيقول بلى، مغفرتي لك أدخلتك الجنة، أو يذكره بهذا من باب إظهار المنة عليه. نعم.